السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه otter.ai ده بيبقى بيشغل أثناء الاجتماع بتاعك وبيبدأ ياخد ملحوظات في نفس اللحظة، يبقى ملحوظات، وفي آخر الاجتماع بيبعت لك أهم النقط اللي تم مناقشتها في الاجتماع. فده بيوفر وقت وبيلخص لك الاجتماع بشكل قوي جدا. تقدر تضيفه على إيه؟ تقدر تضيفه على زوم، تقدر تضيفه على جوجل ميت، تقدر تضيفه على مايكروسوفت تيم، وفي منصات تانية برضه تقدر تضيف عليها نفس البرنامج بحيث ان هو يلخص لك الاجتماع. في الاخر تلاقي في جالك ايميل باهم النقط اللي تم مناقشتها في الاجتماع والاتفاقات اللي تمت اثناء الاجتماع، فممكن تستخدمه في الشغل بتاعك او في الدروس التعليمية.